سلام عليكم جميعا، ومرحبا بكل من هو معنا في هذه الندوة اليوم، التي هي مقررة كانت كجزء من ما هو له علاقة في مناسبات دينية اجتمعت لأول مرة منذ 30 سنة في وقت واحد. يعني مناسبات دينية هامة للمسلمين، للمسيحيين، لليهود. يعني كما نعرف هذا الشهر الذي نحن فيه، في شهر رمضان المبارك، في أيضا عيد الفصح للطوائف المسيحية الشرقية والغربية، وفي أيضا مناسبة الفصح اليهودي. هذه يعني المناسبات المجتمعة مع بعضها البعض ليست هي فقط مناسبات دينية، لكنها هي أيضا ربما تكون أعذار سياسية لمن هم لديهم مشاريعهم وأجندتهم الخاصة، كما هو للأسف واقع الحال الذي نراه حصل في القدس في المسجد الأقصى من المستوطنين ومن من هم دعاة تهويد المسجد الأقصى وتهويد القدس وتهويد كل الأراضي الفلسطينية المحتلة. هذا واقع حال موجود على مستوى للأسف كل الأديان، محاولة استغلال الدين لأجندات سياسية خاصة تختبئ وتختفي أو تضع نفسها خلف شعارات دينية. ما حدث في الأيام القليلة الماضية كان يتم الحديث عنه منذ فترة، عن توقع حدوث تصعيد عسكري بالأراضي الفلسطينية وبالقدس تحديدا. كان هناك توقعات أنه خلال شهر رمضان سنرى ذلك، وبسبب أيضا هذا التزامن الذي أشرت له بين مناسبات دينية عامة. هو يعني طبعا تصعيد يرتبط من وجهة نظري بما هو هدف استراتيجي للاحتلال الإسرائيلي، بغض النظر من يحكم في دولة الاحتلال الإسرائيلي. هو هدف تهويد القدس، هو هدف له علاقة بالمسجد الأقصى نفسه وبتحجيم أيضا الوجود المسيحي الفلسطيني في القدس، وهذا الذي نراه يحدث في السنوات الماضية بأشكال مختلفة. لكن أيضا من وجهة نظري أن ربما تكون حكومة نتنياهو لأن تريد إشغال الإسرائيليين والعالم بمواجهات عسكرية بدلا من التركيز على التصدع الكبير الذي نراه يحدث الآن في المجتمع الإسرائيلي. اليوم لا نعرف، يعني ونحن اليوم الجمعة لا نعرف بعد إذا كان ما حدث في الأيام القليلة الماضية هو فقط يعني حالة إرسال رسائل بهذا المعنى متبادلة جرت على المستوى العسكري، أم أنه بداية لتصعيد أكبر وخطير في المنطقة عموما، وليس فقط على جبهات ما هو نراه غزة ولبنان والقدس. على كل هذا الموضوع أنا كنت يعني بودي فعلا أن نتعامل معه في ندوة اليوم، لكن أجد أنه هذه المسائل الآنية التي تتحرك الآن ساعة بعد ساعة ممكن التعامل معها إن شاء الله في الأسبوع القادم إذا زادت هذه التطورات سخونة. لكن موضوع ندوتنا اليوم هو أعتبره الجوهر الأساس لكيفية حتى فهم الكثير من القضايا التي تحدث حتى ربما على المستوى السياسي والاجتماعي في داخل المنطقة العربية تحديدا. يعني الحديث فيها هو مع شخص قدره كثيرا، يعني على المستوى الفكري والشخصي وبما لديه من تجربة على مدار عقود الآن في مجال التعليم ومسؤولية مؤسسات وكتابات، تتعامل بشكل مركز مع قضايا لها علاقة في الفكر والفلسفة والدين والعلوم السياسية. أتحدث عن الدكتور نصر عارف، الذي هو على علاقة ومعرفة و تفاعل مع مركز الحوار العربي منذ حوالي 30 سنة، يعني قبل حتى بدء تجربة مركز الحوار من خلال مجلة الحوار في واشنطن، حيث كان دكتور نصر عارف أيضا في واشنطن يدرس في المعهد العالم الفكر الإسلامي وفي أيضا جامعة جورج تاون. باختصار شديد أعرف عنه، هو أكاديمي ومفكر سياسي مصري، هو يعني حاصل على شهادة الدكتوراه في الفلسفة من جامعة القاهرة، وأيضا الماجستير والبكالوريوس من جامعة القاهرة قبل ذلك، وتقلد يعني طبعا عدة أو شغل عدة مناصب ومسؤوليات في إطار المعهد العالمي للفكر الإسلامي في القاهرة، وكان أستاذ العلوم السياسية في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة القاهرة، وكان أيضا كما أشرت أستاذ دائر في واشنطن وفي جامعة جورج تاون. في الفترة الأخيرة أيضا شغل الدكتور نصر عارف عدد من المناصب في جامعة زايد في دولة الإمارات، شملت يعني هذه الأعمال أو المسؤوليات عميد ومدير معهد دراسات العالم الإسلامي التابع للجامعة، ورئيس قسم الحضارة الإسلامية، وأيضا نائب مدير الجامعة للمعاهد المتخصصة، وكان أيضا مديرا لأكاديمية الحضارة الإسلامية في
الإمارات في نفسها. له العديد من الكتب والمقالات، إذا أردت فقط أوضع على جوجل اسم الدكتور كافي. ستجدون العديد من المقالات والموضوعات والكتب التي ألفها خلال هذه السنوات الماضية. أنا يسعدني جدا يا دكتور نصر أن تكون معنا في هذا الشهر الفضيل وفي هذا الموضوع المهم الذي سنتعامل معه، وأمل إن شاء الله أنه أيضا تسمح ظروفك تكون معنا في ندوات أيضا قادمة. كلمة لك يا دكتور نصر. شكرا جزيلا أخي الدكتور صبحي. الدكتور صبحي غدور بالنسبة لي أنا رمز من رموز واشنطن، لا أعرف واشنطن ولا أمريكا إلا به، الله يبارك وخبرتي معه خبرة قديمة وخبرة كسرت كثير من الجدران في نفسي. لا أنسى أول لقاء في صيف 92، كان تقريبا مع فريق كامل حشدوا لبدء حوار ما بين أصحاب التوجهات الإسلامية وأصوات التوجهات القومية والمدنية والعلمانية، وكانت مبادرة عظيمة ورائعة أذهلت الجميع وأذهلت الجانب الذي كنت فيه، هو الجانب الذي ينتمي لخلفيات إسلامية، وإصراره على هذا الاستمرار الرائع لمركز الحوار والحيوية الدائمة شيء حقيقة يعني يسر القلب، والاستدامة في العالم العربي قليلة، المؤسسات لا تستمر هذا القدر. وأنا أتمنى أن أكون معكم لكن أتابعكم بعدها لأنه فارق التوقيت كبير، نحن الآن منتصف الليل، فهذا اللي يحرمني شوية من أكون معكم، لكن دائما في القلب. الدكتور صبحي له معزة خاصة ومكانة خاصة في القلب وفي العقل وفي الويدان بحشده لهؤلاء الخبرات العظيمة. الإنسان يسعد ويفخر أنه في يوم من الأيام كان يسمع ويجلس مع الدكتور كلفيس مقصود رحمة الله عليه، والدكتور صادق سليمان رحمة الله عليه، والكثيرين الذين كانوا موجودين في المكان هم أساتذة بالنسبة لي، على أسعد بوجودي معهم وأتذكرهم، أتذكر مركز الحوار. الموضوع اليوم اختاره الدكتور صبحي هو عن الإنسان محور وغاية الأديان وكيف تنهض الأمم بتغيير ثقافة الإنسان، هو الذي اختار هذا الموضوع، وأنا لم أعدل ولم أغير واستجبت وفقط أعددت بعض النقاط للنقاش معه. من الكتب التي أثرت فيها كثيرا وقرأتها، أنا أديت فريضة الحج مرتان، المرة الأولى لم أكن قد قرأت كتاب علي شريعة الحج، وأصريت في المرة الثانية أن أؤدي الفريضة بعين علي شريعتي. له كتاب عظيم عنوانه الحج، في نهاية الكتاب يتكلم عن فهم صورة الناس فيطرح فكرة في غاية العبقرية، يقول أن القرآن الكريم بدأ برب العالمين، الفاتحة الحمد لله رب العالمين، أول آية الحمد لله رب العالمين، وآخر آية اللي هي رب الناس اللي هي سورة الناس، ملك الناس إله الناس، فبدأ برب العالمين وانتهى بإله الناس. فإذا الإنسان والناس هم جوهر الخطاب القرآني كاملا، فالخطاب القرآني موجه للناس للإنسان، لذلك نجد على مساحة القرآن أكثر الآيات تكرارا وتردادا تتكلم عن الناس عن الإنسان عن العالمين، ثم التي تتكلم عن المسلمين. وقد بدأت في سنة 1997 مشروع كتاب لم أنهيه حتى الآن، لا أعرف لماذا، كان عنوانه أهل الكتاب في القرآن الكريم أو التحليل السياسي للقرآن، نموذج أهل الكتاب في القرآن الكريم. المفاجأة التي وجدتها أن القرآن الكريم عندما يستخدم كلمة المسلمون والمسلمين يقصد بها أصحاب الأديان الثلاث، اليهود والمسيحيون والمسلمين أو المسلمين حاليا، فكلمة المسلم والإسلام، إن الدين عند الله الإسلام هو دين إبراهيم، والمسلمون هم أتباع الأديان الثلاث، هذه قاطعة في القرآن لا جدال ولا نقاش فيه، وإبراهيم هو أول المسلمين، وإسحاق ويعقوب يقول أنا من المسلمين، حتى سيدنا عيسى عليه السلام يقول أنا من، فكلمة الإسلام تعني أصحاب الأديان الثلاث كما جاءت في القرآن. طب ماذا سمى القرآن أتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ سماهم المؤمنون وليس المسلمون، هم المؤمنون. لذلك الآية الرائعة في القرآن التي تقول إن الذين آمنوا، وهي تعني المصطلح الاستخدام الاصطلاح المعاصر المسلمين اللي يسموا اليوم، إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين
من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. معايير ثلاث: الإيمان بالله وبالحساب في اليوم الآخر والعمل الصالح. إذن هذه هي جوهر فكرة الإسلام عن الإنسان، أن الإنسان هو كل البشر، ثم الذين آمنوا بالله أسلموا وجههم لله هم المسلمون بجميع الأديان. وهنا مفاجأة أخرى، أن على مر التاريخ الإسلامي حدثت أشياء لم يلتفت إليها. في عهد سيدنا عمر طلب أن يطبق على المجوس نفس تعامل أهل الكتاب، وأنا عندي كتاب إدتد الآن هيخرج من روتلج مع فريق عن الإسلام في جنوب آسيا، عن الاندماج والتعايش، من 10 فصول أنا محرر له. المسلمون في الهند فقهاؤهم طلبوا أو اقتنعوا وطبقوا أن يتم التعامل مع الهندوس بنفس منطق أهل الكتاب. إذن هناك توسيع حيثما نذهب لاحتواء الإنسان وليس لاستبعاد الإنسان، فكانت الفكرة قائمة على الاحتواء، احتضان الإنسان، استيعاب الإنسان وليس استبعاد الإنسان، ليس عمل فواصل مع الإنسان. فلا يحتج أنه أهل الكتاب هم فقط اليهود والمسيحيين، وإنما هم أيضا المجوس، طبقت على المجوس وطبقت على الهندوس، وهذه أشياء ثابتة ليست من عندي، وثابتة ومستقرة وموجودة ولها مراجعها. يعني لما نأتي أيضا للقرآن نجد أن كل ما ورد في القرآن عن حقوق الله هكذا استقر المفسرون والفقهاء، كل ما جاء في القرآن عن حق الله وحقوق الله هو حقوق الناس. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ الله لا يقبل قرض من أحد، المقصود بها يقرض أخوه، يتصدق على أخيه ويساعد أخيه. حديث، فكل كلمة في القرآن تقول حق الله، فعل تجاه الله، أن تحسن، أن تتقرب إلى الله وأن تتقرب إلى الناس، كل هذه كلمة قاطعة يقولها الفقهاء والمفسرون أن جميع حقوق الله في القرآن المقصود بها حقوق الناس. وفي حديث قدسي شهير يفسر هذا، حديث طويل، يقول الله سبحانه وتعالى على لسان النبي صلى الله عليه وسلم: لقد مرضت يا عبدي فلم تعدني. فيقول: كيف تمرض وأنت رب العالمين؟ يقول له: لقد مرض عبدي فلان ولم تعده، لقد جعت ولم تطعمني. يقول: كيف تجوع يا رب العالمين؟ يقول: لقد جاع عبدي فلان ولم تطعمه. فإذن هذا يؤكد التفسير الذي يقول أن حقوق الله في القرآن هي حقوق الناس، فالإنسان هو جوهر القرآن. أنا لست مطلعا على قرأت صحيح، أنا قرأت الأناجيل جميعها قبل أن أقرأ القرآن وأنا في الثانوية، وقرأت التوراة السامرية والتوراة البابلية وأنا عندما تخرجت من الجامعة، لكن فيها نفس الصياغات، فكرة الحب. القرآن الإنجيل قائم كله على حب الجار والإحسان إلى الجار، جوهر فكرة الإنجيل والعفو عن الناس وحب الناس والإحسان إلى الناس. حتى أن فكرة الصلب ذاتها تقوم على في العقل المسيحي تقوم على إنقاذ الناس، على تخليص الناس من الذنب. فإذن سواء في الكتاب الموحى أو في الفهم العام جميعها تقوم على فكرة الناس. لو نظرنا أيضا إلى مجال آخر الذي يتكلم عن مقاصد الشريعة، ودي هذه جوهرية في عند المسلمين، أنها المقاصد الشريعة تقول حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ العقل وحفظ النسل وحفظ المال، هذه هي قمة موازين الشريعة وجميع الأحكام تشتق منها وكل شيء. الشافعية قالوا لا، حفظ العقل أولا وليس حفظ الدين. لماذا؟ قال لأن العاقل غير مخاطب بالدين. طيب لما نيجي حفظ الدين، ليس حفظ الدين بقتل المرتد، هذا غير صحيح. الدكتور طه جابر العلواني له كتاب عن حد الردة، كتاب عظيم رائع جدا، وقبله الدكتور أو الشيخ عبد المتعال الصعيدي له كتاب عظيم جدا اسمه الحرية الدينية في الإسلام. وعبد المتعال الصعيدي هذا شيخ أزهري قديم، ولد سنة 1896 وتوفي 1966، وفي هذا الكتاب يرى أن حفظ الدين يعطي للإنسان حرية الاعتقاد، يرتد عن الإسلام هو حر، يؤمن بالإسلام هو حر، وليس هناك شيء اسمه حد الردة في هذه الأشياء. والدكتور طه وصل لهذا الأمر،
جودة سعيد وصل لهذا الأمر، محمد أبو القاسم حج حمد وصل لهذا الأمر، جميعهم رأوا أن حفظ الدين يتعلق بحفظ حرية الإنسان في الاعتقاد، وحفظ النفس هو حفظ نفس الإنسان، وحفظ العقل هو عدم تشويه عقل الإنسان وتمكينه من الثقافة ومن العلم والتعليم السليم. طبعا حفظ النفس بما فيها حفظ حياة الإنسان وصحة الإنسان وغذاء الإنسان وراحة الإنسان واستقرار الإنسان. حفظ العقل تعني حفظ كل ما يتعلق بتكوين الإنسان عقليا وفكريا. حفظ النفس، حفظ النسل، حفظ أولاده وأسرته وبيته، فإذا الأسرة هنا مركزية. وحفظ ماله لا يعتدى عليه، إلى الحد أن في بعض المخطوطات، هناك مخطوطة طلعت عليها لأحد فقهاء الزيدية في اليمن اسمه الصنعاني، عنوانها الغصون اليانعة المياسة بأدلة أحكام السياسة، يرى فيها أنه لا يجوز العقوبة بالمال، أنه لا يصح أن تعاقب البشر بالغرامات حفاظاً على أموالهم، ولا يعتدي عليهم أحد، لا حاكم ولا مسؤول ولا دولة ولا أي شيء، فيرى أن العقوبة بالمال، وآخرين يروا عكس ذلك. لو هي مثلا لي فكرة دور أو الإنسان في العالم، كيف يخرج الإنسان، نعود لها فقط نذكر ما قاله الربعي بن عامر لما ذهب إلى كسرى، قال له: ما الذي أخرجكم أيها العرب؟ قالوا: جئنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. رسالة تحرير للإنسان، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، برضو عدالة للإنسان، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، رخاء وازدهار للإنسان. هذا الرجل البدوي يلخص رسالة الإسلام كاملة: سلام، عدالة، حرية، رخاء. أعظم مؤسسة أنشأها الإسلام في تاريخه، وهي مؤسسة عظيمة ولم تدرس إلى الآن، مؤسسة الوقف. الوقف أنشئ منذ 21 هجرية في مصر، وانتشر ونشأت عليه جامعات، جامعة القرويين أنشأت 227 هجرية على يد فاطمة الفهرية، حتى جامعة القاهرة إلى الآن أنشأت أيضا كوقف على يد فاطمة بنت إسماعيل باشا، وأوقفت كل أموالها وحليها ومزارعها على جامعة القاهرة، ومكتوب على مدخل كويت الأداب: هذه من أثار حضرة صاحبة العظمة، صاحبة الرفعة، آسف، فاطمة هانم بنت إسماعيل باشا. الوقف هو الذي نقل إلى الغرب، نقلوا أول من نقل الوقف إلى الغرب كان واحد اسمه دي ميرتون. دي ميرتون كان مستشار الملك جورج الثالث، رجع من فترة الحروب الصليبية، كان في الشرق في الحروب الصليبية، ورجع أنشأ وقف سماه وقف دي ميرتون. أنا اطلعت على الوثيقة، هي منقولة عن العربي كاملة، يعني يحمد الله ويصلي ويترحم على القديسين ويذكرهم بالاسم مثل النصوص العربية، ويستخدم نفس الألفاظ. الوقف دي ميرتون، وقف دي ميرتون أنشأ كلية دي ميرتون اللي هي أصل جامعة أكسفورد 1254. الوقف هو فكرة الخير لعموم الناس، جميع البشر، لا يفرق لا بين دين ولا بين لغة ولا شكل، حتى أن هناك وقف على الحيوان، وقف على القطط، وقف على الكلاب، وقف على الطيور، أوقاف كثيرة جدا. والعجيب فيها أن هناك يجوز للمسلم أن يوقف على الكنيسة، يجوز للمسلم فقها أن يؤسس وقفا على كنيسة، أن ينفق على الفقراء المترددين على الكنيسة بكسوتهم وإطعامهم. وهذا هو جوهر رسالة الإسلام، عندما الوقف هذا هو أعظم مؤسسة أنشأها الإسلام ومستمرة إلى تاريخ اليوم، وهي المؤسسة الحافظة لاستدامة التنمية واستدامة الرخاء واستدامة الازدهار في المجتمع وحماية كل أصناف البشر، وتركز على الضعفاء والفقراء والمحتاجين، تركز على الذين لا حيلة لهم، على غير القادرين. هناك أوقاف ضخمة للنساء الغاضبات من أزواجهن والتاركات لبيوتهن، هناك وقف، لبنان كان فيها وقف عظيم جدا في طرابلس، كان وقف حتى على برج على البحر لجذب التجارة والحماية أيضا. طيب، فإذا هذه جزء من رسالة الإسلام، التركيز على الإنسان، مسؤولية الإنسان المسلمين تجاه العالم. نحن في عصر للأسف الشديد تم تشويه هذا تشويها كبيرا. في سنة 2005
ألقيت درس حسني أمام الملك محمد السادس من الدروس الحسنية في رمضان. والدروس الحسنية جوهرها يقوم على إما الحوار يكون حول آية أو حديث. فأنا تكلمت وقتها عن، وهذا موجود على النت كنص، يعني نص فيديو كان عنوانها الخيرية والإخراج والناس في الأسس المعرفية لعلاقة الإسلام بالعالم. فقط ركزت على كنتم خير أمة أخرجت للناس. وهنا وجدت تفسيرات من عهد عمر بن الخطاب إلى الآن عجيبة مبهرة، أن فكرة الخيرية ليست شيئا لصيقا بالمسلمين، وليست صفة موحاة من عند الله لهم، إنما هي تتوقف على مقدار عطائهم للناس، فعلهم الخير للناس، مساعدتهم للناس، خروجهم من همومهم إلى هموم الناس، تبني رسالة الناس. لذلك المسلمون عندما مفروض يذهبوا إلى مجتمعات زي أمريكا وأوروبا وأستراليا وغيرها، ينبغي أن يذهبوا هناك لحمل هموم الناس، لمساعدة الناس، مساعدة الهوملس، مساعدة المتعاطين المخدرات، تقليل العنف، أي أن كان، لكن يحمل هموم الناس، وليس يذهب هناك ليقول لهم تعالوا ساعدونا في مشاكلنا في الشرق الأوسط أو في الهند أو ساعدونا في نتخلص من الفقر. لا، هذا كلام قيل من عهد عمر بن الخطاب إلى الآن، أن فكرة الخيرية لصيقة بنفع الناس وبخير الناس، وليس بصفة لصيقة بالمسلمين. حتى في الحرب، في قانون الحرب في الإسلام يسمى، هناك القرآن يتكلم دائما عن القتال وليس عن القتل. والقتال تعني التصارع، تعني يعني fighting بالمعنى الإنجليزي، بمعنى أنه الاثنين حتى لو كانوا wrestling ولا boxing الاثنين هو ده نفس النوع، لكن ليست قتل. لذلك اللي يدرس، وهناك رسائل كتب مكتوبة كثيرة عن قانون الحرب في الإسلام، أنه يحترم الإنسان، أنه لا يجوز أن يقتل غير المحارب، ولا يجوز أن يقتل المنسحب من الحرب. إذا ولى ظهره منسحب لا يجوز قتله، وفي هذه الحالة لا يجوز أن يقتل المدني أو الأعزل، لا يجوز أن نفعل هذا أيا كان المبرر لهذا. نذكر في الفيلم اللي عمل مصطفى العقاد رحمة الله عليه عن عمر المختار، كان في مشهد رائع جدا عندما تم أسر ضابط إيطالي، فالشاب المساعد لعمر المختار يقول له أقتله يا سيدي، رد عمر المختار وقال له نحن لا نقتل الأسرى. فرد الشاب يقول لعمر المختار يا سيدي يقتلوا أسرانا، قال هم ليسوا قدوة لنا. هذا يعطي رسالة مهمة جدا. عمر المختار كان معلم محفظ قرآن، كان معلم، كان أستاذ، هم ليسوا قدوة لنا. إذن جوهر الإسلام في التعامل مع المدنيين حتى في أوقات الحروب والصراعات لا يقوم على المعاملة بالمثل. الإسلام ينطلق من منظومة قيم ثابتة مقدسة، وليست نتعامل معهم كما يتعاملون معنا، حيث ليس إسلام، لا علاقة له الإسلام، ولا يعرف أن الغاية تبرر الوسيلة. وهناك ثابت في التاريخ أن المسلمين عرفوا البارود من الصينيين قبل أن يعرفوا الأوروبيون، ولكنهم لم يستخدموه لأنه indiscriminative tool of killing، لا يمكن أنك تفرق بين المحارب وغير المحارب. استخدموا المنجنيق لضرب الأسوار فقط وليس لقتل البشر، لكن لم يستخدموا هذه الأدوات القاتلة كذا. فإذن قيمة الإنسان في غاية الأهمية، في غاية الجوهرية، هي رسالة الأديان جميعها، والذي يتعمق حتى في الأديان أو الثقافات الأرضية زي البوذية. وأنا عندي قناعة، أنا زرت المكان اللي ولد فيه بوذا، الدكتور سيد حسين نصر يرى أن هؤلاء قد يكونوا أنبياء، زرادشت ولا بوذا ولا كلهم، لأنهم جاءوا بمنظومة قيم أكبر معرفيا من السياقات البشرية التي يوجدوا فيها، فقد يكونوا أنبياء وحرفت شرائعهم كما حرفت كثير من الشرائع التي لم تصل إلينا ولم نعرفها. فكل هؤلاء البشر يتكلمون أيضا عن الإنسان. للأسف الشديد نحن في أوقات الضعف والهزيمة والكذا تناسينا هذا، وأصبحت عندنا تيارات واتجاهات تستخدم الإنسان كوسيلة.
اللي يقرأ كتاب داعش يجد قتل الإنسان للنكاية، للنكاية العدو، فيحول الإنسان إلى وسيلة. والإنسان كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم هو أقدس من الكعبة وأقدس من كل شيء في الكون، هو الإنسان، فحوله إلى وسيلة. إن أنا حتى أكيد الحكومة الفلانية أو الدولة الفلانية أقتل شرطي ولا أقتل أدهس ناس في الشوارع، هذا لا علاقة له على الإطلاق، على الإطلاق بأي شيء من قريب أو من بعيد ولا أي تفسير بالدين. يلجؤون إلى بعض المماثلات التاريخية وفكرة هنا تقليل قيمة الإنسان إلى أن تحوله إلى وسيلة حتى تكيد أو نكاية في دولة فلان. طيب إحنا كل هذا الكلام جيد، ما الذي، كيف ننقل هذا إلى الأجيال القادمة؟ نحن لدينا أزمة كبيرة جدا، هذه أنا اشتغلت فيها كثير، لكن الشغل لا يستمر، تفعل شيء الآن ويجي واحد بعد سنتين يلغيه. مناهج التعليم، عندنا ثلاث وسائل غاية في الأهمية لتغيير ثقافة الناس، لبس هذه المعاني القيمة في عقول الناس، وهو أول شيء التعليم. والتعليم إلى الآن العالم العربي يعاني من فوضى عارمة، كل أصبح التعليم هو يعني كأنه صحيفة حائط يوضع فيها كل حدث جديد، لكن فكرة أن يكون هناك خطط وبرامج مستمرة وقوية للتعليم، هذه من الموضوعات للأسف الشديد التي تغيب كثيرا. هناك مقولة يرددها دائما الدكتور علي جمعة، هو الإنسان قبل البنيان، ونحن لا نفعل هذا، نهتم بالبنيان أكثر من الإنسان. فأول شيء التعليم. هنا فقط أشير إشارة سريعة إلى سبب نهضة كوريا الجنوبية. الجنرال بارك لما تولى الحكم في كوريا الجنوبية في 1963، أول شيء عمل قال إحنا كدولة عندنا ثقافة تقليدية، تم احتلالنا من اليابان، تم احتلالنا من أمريكا، وكل احتلال ترك رواسب ثقافية في مجتمعنا وفي قيمنا، فإحنا نريد أن ننشئ نظاما تعليميا يحرر الإنسان الكوري من كل هذا. ماذا فعل؟ شكل لجنة سماها لجنة المصفاة الثقافية. هذه اللجنة تضع مناهج التعليم لكل مستوى التعليم في كوريا الجنوبية، وقال واتفقت اللجنة على الآتي، أن هناك ثلاثة أنواع من القيم. هناك قيم إيجابية تدفع على الإنجاز والازدهار والتعايش والتسامح والانفتاح العقلي والتحرر والتفكير وإلى آخره، هذه نسمح بمرورها للأجيال القادمة. وهناك قيم سلبية، هذه نمنع تماما، لا تظهر في أي مناهج تعليمية. وهناك قيم مزدوجة لها جانب سلبي وجانب إيجابي، نركز على الجانب الإيجابي فيها. مثلا قيمة احترام الكبير قد تكون قيمة سلبية أنها تحوق الترقي وتحوق التنافس، وقد تكون قيمة إيجابية أنها تحفظ التماسك الاجتماعي والاحترام فيه. ومن ذلك الوقت انطلقت، نحن لم نمر بهذه التجربة، لم تحدث في عالمنا العربي هذه التجربة إلى تاريخ اليوم في أي مكان، لم تحدث. التعليم عندنا وسيلة لم يؤخذ بهذا. عبد الناصر رحمة الله عليه عندما جاء أراد أن يغير ثقافة الإنسان المصري عمل على التعليم، عمل التعليم، وبنتي اشتغلت في معاملة ماسترز في سوس سنة 2014 عن هذا الموضوع، نشرت الكتاب في مكتبة اسكندرية، نشروه كبحث يعني كتيب. بنتي سميتها على الدكتورة منى، دكتور صبحي اسمها منى. فالمهم أن عبد الناصر فعل هذا، أنه ركز على تغيير ثقافة الإنسان المصري من التعليم. حين كنت في المدرسة، دخلت المدرسة أكبر من سني سنتين لأسباب قبلية في الصعيد، فكنت الطويل فيهم والأكبر سنا، فأحيي العلم. فعندما أحيي العلم أحيي تحيا الجمهورية العربية المتحدة ثلاث مرات، تحيا الأمة العربية ثلاث مرات، عاش الرئيس جمال عبد الناصر ثلاث مرات. إذن هناك ثقافة، هذا كله. لذلك احنا نتكلم عن أين الشعور العربي وأين لم يرسل في التعليم، لم يدخل في التعليم. الثانية هي الثقافة، وهذه أيضا تمت في مصر، تسخير الفيلم والمسلسل والأغنية والموال والموسيقى والحكاية لدفع الناس تجاه فكر معين أو رؤية معينة أو ثقافة معينة.
وهذه أيضا نحن للأسف الشديد نجد ما يحدث في العالم العربي من دراما فيه مجموعة متناقضة من القيم يدفع للقيمة وضدها في نفس الوقت، فيكون في شيء عجيب شوية. القضية الثالثة هي قضية أو المجال الثالث الخطاب الديني، كيف يمكن تحويل الخطاب الديني إلى وسيلة لتغيير ثقافة الناس، كيف نستطيع أن نفعل هذا، أن يحول الخطاب الديني إلى وسيلة لتغيير ثقافة الناس. بهذا أعتقد هذه الثلاثة مجالات هي الطريق الوحيد لتغيير الثقافة من أجل تحقيق النهضة في عالمنا العربي الذي يوشك على أن تتحلل مكوناته ليس على المستوى البيني بين الدول، على مستوى الدول ذاتها. نحن في تحدي كبير أن هناك دول ليست بالقليلة شبكة العلاقات الاجتماعية فيها تفككت، وهناك خطر كبير جدا في تمزق الكيان الداخلي للدولة. ما لم نتحرك على هذه المجالات الثلاث أعتقد سيكون المستقبل مختلف. شكرا جزيلا وآسف على الإطالة. الله يبارك فيك. لا العكس تماما، أعتقد لمسوا من معنى وسمعوك لماذا عندي هذا الإعجاب الكبير دكتور نصر عارف، الذي هو فعلا يعني ينطبق عليه صفة المفكر والإنسان المخلص لما لديه من مفاهيم ممتازة عن الإسلام، عن الدين بشكل عام، وأيضا باتت لمسنا أيضا من خلال الحديث وما هو عليه من ثقافة واسعة لها علاقة في قضايا عديدة تشغل بال الناس لعقود طويلة الآن، كيفية فهمها للدين، كيفية علاقة الأديان ببعضها، كيفية الحاجة، وهذا ما ختم به حديثه، لتغيير ثقافات ربما تكون هي مسؤولة أيضا عن حال التخلف لقرون وليس فقط لعقود. أنا أشكرك دكتور نصر على هذا العرض، وأرجو أرجو ممن هم معنا الآن يعني أن إذا عندهم أي سؤال أو تعليق للدكتور نصر أنه تكون فرصة الآن لمشاركته. ولكن بدي أسأل دكتور وجيه منلو بواشنطن إذا كان عنده أي سؤال أو تعليق، وعن الأستاذ وليد كيلاني من تكساس وبتابع مع الباقيين. دكتور وجيه تفضل. شكرا أخ صبحي، وشكرا للدكتور نصر، مع احترام الشديد له ولكل المصريين. وأنا بيشرفني أنه أقول أنه أنا كنت بمصر 8 سنين وتخرجت من جامعة عين شمس بالقاهرة، ولا تزال ذكريات مصر وأفضال مصر أحملها على أكتافي. أنا سؤالي للدكتور نصر، جميل جدا ما تكلم عنه، وأنا من الرأي اللي أنت طرحته، لكن دكتور نصر في معارضة شديدة جدا بالأوساط اللي بيسموا نفسهم دينيين وفقهاء، في معارضة تطور الدين الإسلامي لكي يواكب العصر الحديث. فما رأيك هي الطرق، يعني ما هي الطرق الصحيحة لكي نطور ديننا ونطور مفهومنا للإنسان المسلم ووظيفته في المجتمع لكي يحقق الأهداف اللي حضرتك طرحتها؟ وشكرا. دكتور وجيه تفضل. دكتور نصر. دكتور وجيه شكرا جزيلا على هذا السؤال الرائع. حقيقة يعني للأسف الشديد نحن في عصر أصبح العوام هم الذين يقودون رجال الدين، مع عصر الشعبوية هذا وعصر وسائل التواصل الاجتماعي أصبح الكثير، وأنا أكلمك عن خبرات مباشرة بتواصل مباشر، الكثير من رجال الدين يقول في غرفهم المغلقة ما لا يجرؤ أن يقولوه للناس. فعندنا أزمة حقيقية، الشجعان منهم قليلون جدا، لكن التحدي الأكبر هو أن يتصدى لتطوير فهم الدين وتطوير طرق التعاون مع الدين ناس من أهل الدين، من أهل التخصص ذاته، من العلماء فيه. التحدي الكبير الذي واجهنا الآن أن الذين يطالبون تطوير الدين ليسوا من أهل التخصص وليسوا من أهل الدراسات الإسلامية على الأقل،
وإنما أحياناً يكونوا معادين له، فهؤلاء يدفعون أكثر للتشدد. كيف نحدث هذا التغيير؟ الطرق الصحيحة هي زي ما قلنا أن التعليم، أن يتصدر الناس المتخصصون. هؤلاء المتخصصون قليلون جداً جداً بعدد، ولا يفتح لهم المجال في كثير من وسائل الإعلام، لا يهتموا كثير. عندنا في المغرب عندنا الدكتور اسمه أحمد العبادي متميز جداً، في مصر الدكتور علي جمعة، لكن ليسوا من أهل الإعلام، لكن من يتابع هؤلاء يجد. لكن فعلا أنا معك أنها أزمة شديدة جدا، وهناك معارضة، ودائما ينتصر العقل المغلق والعوام، لأنه للأسف الشديد دخول رجال الدين في وسائل التواصل دفعهم للعوام، وأصبحنا الآن يتكلموا كما يعني ذكرها السيد محمد حسين فضل الله رحمة الله عليه، أنه الآن أصبح كله تفكير غرائزي، أنه كله يفتل الناس بما يشبع غرائزهم، غرزة الانتقام، الكراهية، التشفي، أيا كان. فخرجت المسألة من الروحانية إلى الغريزة، وخرجت من العقل أيضا إلى الغريزة. لكن كيف نفعل؟ أن كل يقوم في مجاله أو في دوره. أنتم في أمريكا عندكم القدرة أكبر، يعني الموجودين في الولايات المتحدة، لكن للأسف المتصدرين للشأن الإسلامي في أمريكا كلهم أصحاب تيارات مغلقة، تيارات سلفية مغلقة. شكرا سيدي. شكرا لك. يعني أنت بقى نأخذ دكتورة أميرة عرفات أيضا من واشنطن. افتح الميكروفون إذا ممكن عندك دكتورة أميرة. الميكروفون عندك مقفل. يا مرحبا. شكرا دكتور ناصر. يعني الحقيقة أنت تفضلت بكلمات حلوة ويعني معاني وفلسفة الإسلام وكل الأديان. فرحت لأنك شملت الأديان، وفرحت جدا أنه الناس يجب أن يعتبروا الهندوس والبوذا وكل هذول الناس كانوا مصلحين في وقت يعني بزمانهم. بس هي نفس الفكرة اللي تفضل بها الدكتور وجيه، إنه كيف بدنا نغير الخطاب الديني إلى شيء أحسن. مثلا في كتير بالنسبة للإسلام، لما صارت فتوح إسلامية أنت تفضلت قلت الغرض منها أنه يجذب الناس للدين الحنيف. طيب كان في مسيحيين بالبلدان اللي هاجمتها القوى الإسلامية الفتوحات الإسلامية، فصار قتل يعني كمان بين المسيحيين واليهود. كمان أنه فرحت اللي ذكرت أنه الوقف، إذا تريد تسوي وقف لمصلحة الناس أنه ليس حراماً أنه تعمل وقف لكنيسة. لأن أنا حسب مع الأسف يعني أذكر هذا بعض السيدات المسلمات اللي اجوا لأمريكا كلاجئات وذهبوا إلى بعض المساجد يعني يطلبوا يعني أنه وين يسكنوا، كيف يأكلوا، يعني بدهم مساعدة نفسية ومساعدة مادية. لم يحصلوا على أي شيء ولم يلقوا أي إذن صاغية، فذهبوا إلى الكنائس ساعدتهم. ففي هذا الشيء خليني أحب أنه لو أنا ما عندي القدرة لعمل هذا، بس لو كنت ثرية أعمل وقف لكنيسة لأنه ينفع الناس بصورة عامة. على كلن إن شاء الله بالمحاضرة القادمة إذا تفضلت واشتركت بالحوار مرة ثانية تنطينا نقاط يعني واضحة حول كيف نغير النظام الخطاب الديني، وبالأخص كيف نتخلص من الطائفية. شكرا. شكرا لك. تفضل يا دكتور. الله يشكر لك والدكتور وجيه. بس هو القضية هي التغيير، يعني تحتاج، أنا مؤمن جدا بالدوائر الضيقة، إنه يعني دائرة ضيقة ثم تتوسع ويكون تأثيرها ممتد وتأثيرها كبير جدا. متابعة مثلا كتابات الدكتور طه جابر العلواني رحمة الله عليه كلها من أبدع وأروع ما يكون،
وموجودة بالإنجليزية والعربية، كتابات إسماعيل راي الفاروقي، من أبدع وأروع الشيخ محمد الغزالي، من أبدع وأروع ما يكون، وهكذا. ففي عدد ضخم جدا من الكتاب، لكن للأسف في مرحلة من المراحل الفكر المقلق كان ممولا تمويلا قويا فسيطر وسات. نحن نحتاج أن نغير هذا. الفتوحات الإسلامية هذه قضية، أنا اشتغلت 10 سنوات في مشروع مع المعهد العالمي للفكر الإسلامي، بدأته كباحث مساعد، فكنت أساعد أستاذة كبيرة، ثم عندما تخرجت من الدكتوراه اشتغلت باحث رئيسي فيه. كنا نشتغل على العلاقات الدولية، فقرأت في التاريخ كثيرا. معظم هذه الفتوحات لم تكن فتوحات إسلامية، كانت توسع استعماري أو توسع إمبراطور، مش بلاش إمبراطوري، لأنه عبد العزيز الدوري المؤرخ العراقي العظيم له تعريف للإمبراطورية، يقول أن الإسلام لم يعرف الإمبراطورية في تاريخه أو المعنى الإمبراطوري، لأنه لم يكن يقوم على نظام مالي مركزي، كانت كل الضرائب والمكوس والخراج والزكاة توزع في مناطقها ولا تؤخذ إلى العاصمة، عكس كذا عكس. لكن كان في توسع، معظم الفتوحات هذه كانت توسعات لا علاقة لها بالدين، توسعات للسلطة، للعائلة الحاكمة، للدولة، للقائد، أيا كان. ارتكبت في بعضها أشياء صحيح سيئة، لكن أيضا لا تنسب إلى الدين، لأننا لا نقول أنها فتوحات بالمعنى سميت هكذا، لكن ليست هي حقيقية يعني. ولذلك احنا لابد نكون نقديين لتاريخنا حتى نتحرر من هذا العبء. لو فضلنا نبرر ونمجد الماضي سنحمل كل سلبيات الماضي إلى المستقبل، فلابد أن نتحرر من هذا الوقف. هذه قضية تحتاج إلى محاضرة خاصة، فهي قضية ضخمة جدا وفيها كلام كثير وكلام مهم جدا. كيف نغير الخطاب الديني؟ بأنه نركز على العلماء الذين يدفعون إلى التفكير، إلى الخروج من إطار ومن أسر التقليد الأعمى هذا. يعني مثلا كان عندنا قضية الأسبوع الماضي كتبت فيها مقالة، جميع الصحف رفضت تنشرها المقالة، وهذه قضية أعتقد تابعتوها، في طفل يعتبر يعني من أنجبته ألقت به في حمام كنيسة في أحد أحياء القاهرة، فوجده القسيس في الكنيسة، فاتصل بأسرة من الناس الميسور حالهم ولكن لم ينجبوا، قال لهم تعالوا خذوا، أخذوا وربوه إلى أن وصل 5 سنوات. أخت الرجل لأنه لم ينجب، والمسيحيون في مصر منذ أن دخل الإسلام مصر يسيرون على مذهب الإمام الشافعي في تقسيم الميراث، فهم مواريثهم مثل المسلمين بالضبط لا فارق، فهي شعرت أن الولد ده سيأخذ الميراث منها، فأحد أصر إليها أن تستطيع أن تشتكي حتى تأخذه الدولة إلى دار أيتام، وقد حدث، اشتكت وأخذوا دار أيتام، بقى في دار الأيتام 1.5 سنة وغيروا اسمه، كان اسمه شنودة، سموه محمد عبد الله ولا مش عارف مين، محمد حسين عبد الله، وظل الأزهر عاجز عن الرد 1.5 سنة. رد عليهم الخميس قبل الماضي، الخميس قبل الماضي طلع فتوى أنه لابد أن الفقه الحنفي يقوم على إذا وجد طفل لقيط في قرية مسيحية فهو مسيحي أو في كنيسة فهو مسيحي، وتم إرجاع الطفل بعد 1.5 سنة. الأزهر لم يكن يعلم هذا، كان يعلم لكنه خاف، الأزهر المشيخ خاف من المجتمع. أنا كتبت مقالة كان عنوانها شنودة وابن عابدين الدمشقي. ابن عابدين الدمشقي ده مات في القرن 18، من أكابر علماء الحنفية، وهو من نسل جعفر الصادق عليه السلام، لكنه هو عالم حنفي، وبالمناسبة جعفر الصادق هو أستاذ أبو حنيفة. ابن عابدين عرض عليه حادثة، اشتكى أمامه شخصان، ذكرت هذا في المقال، لذلك كل الصحف رفضت تنشرها، نشرتها على الفيسبوك. ابن عابدين جاءه شخصان يتخاصمان على طفل مسيحي ومسلم، المسيحي يقول هذا ولدي والمسلم يقول هذا عبدي، هذا موجود في
حاشية ابن عبدين 30 مجلد موجودة. فابن عبدين ماذا قال؟ قضى، كان هو قاضي دمشق، أعطى الطفل للمسيحي، قال لهم لأن يكون الطفل مسيحيا حرا خيرا له من أن يكون مسلما عبدا، لا فتش في أصله ولا فصله ولا مين ولده ولا مين جاب. فهنا حط مصلحة الإنسان، مصلحة الطفل في المحك. الأزهر ما عرف يصل لهذا، سنة ونص تركين ولد 5 سنوات في دار أيتام، ودور الأيتام في مصر عبارة عن مسلخة وعذاب فقط للانتصار للعقول المتطرفة المتشتتة. فنحن في حاجة إلى إحياء ما هو موجود زي ما قلنا على كوريا الجنوبية، وتحرير هذه المؤسسات، وممكن يبدأ من مراكز أخرى خارجها. الخطاب الطائفي هو في العالم العربي مأزوم، لكن الحمد لله يعني هناك أصوات كثيرة. في أنا أحد أصدقائي من العراق، السيد مضر الحلو، من الأصوات الرائعة العظيمة اللي تستطيع أنها تقرب الناس. السيد حسين فضل الله من أفضع وأروع الناس، لماذا لا ينتشر فكرهم بين الناس ويحرروا؟ وكثيرون موجودون. سيد حسين الصدر، أنا في الإمارات هنا بهؤلاء في الأماكن اللي أنا موجود فيها ونعقد مؤتمرات، نأتي بهؤلاء يتكلمون ويقدمون صورة تتجاوز هذه الطائفية أو هذا الشيء المصطنع اللي مقصود به يمزق العالم الإسلامي. الأزهر يدرس 5 مذاهب، يدرس المذهب الجعفري، يدرس المذاهب السنية الأربعة، ويدرس المذهب الجعفري، لكن لا يعرف أحد هذا ولا يذكر أحد هذا. فنحن نحتاج أن ننشر المعرفة، والآن في العصر اللي احنا فيه لم يعد هناك فارق بين شخص متخصص وعنده دكتوراه في الشريعة وغيره، الجميع عنده وسائل التواصل، من يجد معلومة ينشرها، يتحقق منها وينشرها وتنتشر بين الناس. صورة الولد الإمام الذي احتضن القطة أخذت 1.5 مليار شخص شاهده، قطة وإمام يصلي، لعلكم رأيتموها، يعني 1.5 مليار مشاهد. فالفكرة لا نستحقرن، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تستحقرن من المعروف شيئا. فنستطيع أن نغير، أنا عندي أمل نستطيع أن نغير إن شاء الله، حتى لو في الدوائر الضيقة وتتوسع. شكرا. الله يبارك فيك. خلينا نتابع بعض أيضا الأخوات معنا، الأستاذ وليد كنانة من تكساس والأستاذ بسمة كحيل من بيروت. تفضل أستاذ وليد. شكرا أخ صبحي، وشكرا للدكتور نصر. ومما لا شك فيه أن كلامه ومعرضه فيه توسع للقلب وللعقل معا. أريد أن أقول أنا مرجعي أيضا عندما أفكر في الإسلام وفي إسلامي هو نفس الآية التي تقول إن الذين آمنوا والذين هادوا إلى آخره، وهي مرجع واضح، ولكن لا تجد رجال الدين يتكلمون عنها. في نفس الوقت أقول إنه في القرآن وردت أيضا ومن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، وهنا المساواة والمواجهة. أنت كيف ممكن أن تتقبل الخد الأيسر أو الخد الأيمن دائما، وهو من مفروض أن يتقبل الخد الأيسر والأيمن هو يضربك على الخدين دائما؟ يحتاج الإنسان أن يدافع عن نفسه، وأيضا الأديان تقر العدالة والدفاع عن النفس. أما بالنسبة للطائفية فأنا أشترك مع الدكتور في أن الطائفية هي بلاء وأكثر من تفرقة، لأنها فيها تفرقة بين الإنسان لشكله لنوعه لطائفته. وبعدين أحب أن دائما أن أعيد ما كتبته في قصيدة عن هذا الموضوع، والطائفية فتنة ممقوتة، والله يدعو المؤمنين عبادي، ومحمد ما كان سنيا ولا متشيعا لكن رسولا هادي، لمكارم الأخلاق جاء متمما ومبشرا بالنصح والإرشاد، برسالة نزلت تساوي بين كل الناس والأجناس والأفراد. الله. والمسلمون مع النصارى أخوة، في الشرق عاشوا دائما بوداد، وبيوتهم مفتوحة أبوابها، وقلوبهم تخلو من الأحقاد، يتزاورون
ويخون بعضهم ويبشرون ويهنئون البعض في الأعياد، أما الخلاف فإنه قد جاءكم من عند أعداء ومن حساد، خلط الديانة بالسياسة مثل نار سهلة الإيقاد للأخماد. وشكرا. أحسن، بارك الله فيك. لا أنا متفق معك في كل شيء، لا تعليق. متفق معك في كل شيء. كلامه طبعا يصب بكل ما سمعناه من دكتور نصر. طبعاً تفضل. عندنا تعليقات أو أسئلة من لبنان الآن، من الأستاذة بسمة كحيل ومن الآنسة هناد حجازي. تفضل يا أستاذة بسمة، افتح الميكروفون إذا ممكن عندك. أنا عندي سؤالين. أول شيء بالنسبة لدور الأزهر، دكتور، شو اللي بيعيق دور الأزهر في أن يكون بالدور المطلوب فيه في زرع الثقافة الإسلامية الصحيحة؟ الأمر الثاني، ممكن إنسان عم يستمع للمحاضرة اليوم، على فكرة أنا كثير استمتعت فيها، ممكن يستنتج وقت عم تحكي عن الحرب أنه قتل المدنيين في إسرائيل غير، يعني منه شرعي، أو حتى العمليات الاستشهادية، أو قصة تفضل تحكي بالدهس وغيره. فكيف ما بعرف إذا كتبت عن موضوع الإسلام والقضية العربية والصراع العربي الإسرائيلي. شكرا يا أستاذة بسمة. يا دكتور استفضل. دكتور بسمة، طبعا الأزهر مؤسسة مثل باقي المؤسسات، في حدث فيها في 30-40 سنة الماضية تسربت لها تيارات ليست على منهج الأزهر. في مرة كنا في حوار مع بعض السياسيين الأمريكيين في مصر، وكان يسأل أحدهم ما هو تعريف الأزهر للتطرف، فكان رد عليه أن الأزهر، منهج الأزهر يقوم على أن كل مسألة فيها قولان، حتى وجود الله فيه قولان، في ناس تؤمن به وناس لا تؤمن به، والتطرف هو الذي يقول أن في الدين رأي واحد. وهذا تيار معروف، تيار التقليد السلفي معروف، إن هو يأتي بحلول قاطعة وما فيش عنده تنوع وتعدد في الآراء. الأزهر كل شيء فيه يدرس الطلاب على 5 مذاهب، الطلبة في نفس القاعة يدرسوا على 5 مذاهب، كل واحد فيه مدرس على مذهب هو اختار. لكن في الفترة الأخيرة حدث نوع من الخلل داخل المؤسسة بأن تم اختراقها بغير منهجها، ثم هي مؤسسة من المؤسسات تحكمها كل قواعد المؤسسات في البطء في الحركة البيروقراطية، الخوف من التبعات السياسية في أماكن معينة، عدم القدرة على الإقدام إلا باستئذان الجهات، وهكذا. ثم أحياناً يكون المسؤول عن المؤسسة له وجهة نظر قد تكون ليست مقبولة، وهو عنده حصانة، لا يجوز شيخ الأزهر، لا يجوز عزله إلا إذا استقال أو انتقل إلى رحمة الله، لكن رئيس الدولة لا يستطيع عزله. فالأزهر له تعقيداته الخاصة. أنا أتكلم معك من ضمير الخاص، أنا لا أؤمن، أنا كلمت يعني الدكتور وليد يتكلم، من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه، اعتدوا عليه مثل ما اعتدى عليكم، اعتدي على المعتدي وليس على المدني اللي هو تابع للمعتدي، ليس على زوجة المعتدي ولا ابنه ولا بنته. أنا من بقولها بصراحة، أنا لا أؤمن على الإطلاق بأي عمل يقوم على قتل الأبرياء. كل ما تقوم، أنا لا أعترف بإسرائيل أصلا أنها موجودة، وكتبت كتاب سنة 96 عنوانه فلسفة العودة، فلسطين والمشروع النهضوي العربي، قراءة في أفكار خالد الحسن. مجلة دسات فلسطينية التابعة للمنظمة رفضت نشر المقال الدراسة 4 سنوات، ثم عندما نشرتها سنة 2000 وهي منشورة في العدد يناير سنة 2000 العدد 40 اللي تابع لمنظمة التحرير الفلسطينية، مجلة دسات فلسطينية منشورة في العدد يناير سنة 2000 العدد 40، شالوا فلسفة العودة وخلوها فلسطين والمشروع النهضوي العربي قراءة في أفكار خالد الحسن. ثم جاء بعد ذلك مركز أبحاث نشر الكتاب، كتيب صغير يعني. فأنا لا أؤمن أن هناك شيء اسمه دولة إسرائيل، هي كيان موجود مثل ما وجدت الصليبيين، أقاموا كيان في هذا المكان، من دخلوا المنطقة العربية سنة 1094 ميلادية، خرجوا منها 1091 دخلوا الصليبيون في القدس،
خرجوا منه نهائيا بلا عودة 1284، يعني تقريبا 3 قرون وخرجوا، وإسرائيل ستخرج ستنتهي، لا نقاش في هذا. لكن فكرة أن أحقق الوسيلة بدهس المدنيين أنا لا أؤمن بهذا، وأنا مسؤول عن كلامي، ولا أؤمن بعملية انتحارية ولا استشهادية، هذه مرفوضة، لا يبررها دين، لا ليس من حق قتل الإنسان أيا كان، حتى لو كان هو ابن القاتل أو زوجة المجرم، ليس من حق قتل. هذا هو الذي أفهمه في الدين وأتعبد الله عليه، ومش مستعد أجامل أي حد بعكس ما أنا مقتنع وأقابل ربي على هذا. فأنا لا أؤمن بهذا. المواجهة واجه صحيح، حرب بحرب، حرب بحرب مباشرة، غير قادر استعد. القرآن قال واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوه، تعمل ردع، لكن لا تتعامل بمنطق العاجز وتلجأ لأساليب غير أخلاقية، تقتل مدنيين في باص وتقتل سيدات، هذه كلام ليست مروءة. نحن عندنا في الصعيد لا يجوز قتل النساء حتى لو في حالة سعر، لا يجوز. فلا نتدنى في الأخلاق من أجل أن نحن نحقق أهداف سياسية بطريقة العاجزين. وأنا آسف هذا رأيي وقد لا يقبله البعض، لكن يعني أرجو يعني السماح لي في الاختلاف. لا طبعا، يعني هذا شيء طبيعي أن يكون هناك وجهة نظر حول هذا الموضوع تحديدا، خاصة أنه هناك من يقول أنه المدني في إسرائيل هو عسكري أيضا، لأنه يعني يخدم المؤسسة العسكرية، وأن المستوطنين هني بحالة أيضا معتدين، لأنه كونوا مستوطنين وجهوا لمارسوا عمليا العدوان بأخذ الأرض والبيت والآخرية. فهذا موضوع طبعا وجهة نظر كثيرة لكن لا ندخل فيه، لأن خليني أتابع بس مع بعض الأشخاص طالبين تعليقات عنا. الآن سهناد حجازي من بيروت، والأستاذ عبد الله مؤمن من ليبيا، والأستاذ جورجوس من واشنطن. تفضلي يا آنسة هنادي. السلام عليكم، رمضان كريم على الجميع إن شاء الله. يعطي العافية دكتور. أنا بس حابة أحكي بالنسبة لفكرة الأديان تعطيهم مع بعض. هو فعلا يعني في أي يمكن الله بيقول بما معناه، يعني ما أذكر معناه، أنه لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم، أن تبروهم وتقصدوا إليهم. نعم. إن الله يحب المقسطين. نعم. فالله سبحانه وتعالى بيقول أنه هو خلقنا شعوبا وقبائل لتعارفوا أن أكرمكم عند الله أتقاكم، ما قال يعني خلقنا مسلمين مختلفين، قال خلقنا شعوب وقبائل يعني. وصراحة كل إنسان ظروفه كيف خلق، يعني يمكن أنا الله أكرمني خلقت مسلمي مثلا، طبعا أكرم غيري بغير أمور، يمكن خلقه غير مسلم بس أكرمه بإشياء تانية بحياته، بس ممكن يعني كل واحد عنده ظروف بالحياة، ما فينا نحن نحكم على غيرنا ونقول لا أنا إذا أنا مسلمي أنا أحسن من غيري، ما فيني أقبل غيري. يعني أنا صراحة أنا شخصيا في شخص بوذي ماني حافظة اسمه، مشهور كتير، بيعطي حكم كتير حلوة دايما بسمع له وبعمل ريتويت لأشياء لإله بقوله، بحاول أخذ من وين، يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيقول الحكمة ضلت المؤمن، يعني أينما وجدها لازم يأخذ فيها بما معناه يعني. فبالتالي نحن إذا كنا منيح مع بعض، يعني في ناس معتقدات مختلفة، الله أعلم كيف هو بحاسبهم، ما قلنا نحن نحكم عليهم ونكون متطرفين لعقيدتنا، لأن نحن كمان يمكن ظروفنا خلتنا نفكر بطريقة معينة، بس ما معناته أنه نحن صح. ممكن أكيد طبعا في إشياء بتكون إن شاء الله جلية واضحة، بس في إشياء كمان بتشتبه على الإنسان، وفي ظروف صعبة ما لازم نحكم نحن، دايما لازم نكون منفتحين على الغير أي مين ما كان. أنا صراحة مرة أخذ كورس مع شخص بأمريكا أونلاين، وكان هو يهودي. هلا هذا الكورس بيعلم كيف واحد يعمل ويب سايت، وكان أخذ هو مثل كيف هني كمجتمعهم اليهودي كيف بيفتشوا، هو كان مطعم يعني، وحكى كل شيء. كتير حسيت صراحة إنه أنا قريبين لنا يعني، بعدين عرفت هو صراحة حتى من أصل إسرائيلي يعني، بس إنه يعني نحن جداً قريبين لبعض بكتير أمور،
وما لازم نحن نتكبر على بعض مجرد إذا نحن منفكر نحن على حق، طالما الإنسان تاني ما بيقصد يأذينا ولا بيقصد يتصرف شي غلط بحقنا وبيكون منيح معنا، فنحن في الحياة نتعامل مع بعض هالأساس ونترك الله سبحانه وتعالى كيف بيحكم على الناس. هو وكمان يعني بالنسبة للمذاهب بين المسلمين كلياتنا مثل ما قال الدكتور جعفر الصادق كان يعلم أبو حنيفة، فالاختلاف رحمة، لازم نكون نتقبل بعض بكل محبة ونعرف نحن أصلنا رضا الله سبحانه وتعالى. فبالتالي لما أنا بحترم غيري وبحب غيري وبقول يمكن غيري يكون على صح وأنا على غلط، يمكن أنا على غلط هو صح، يعني بمعنى الله بيحاسبنا، بحس إن الحياة بتكون أفضل وأريح يعني. بس شكراً. شكراً لك يا أنس هناد، وبعتد اللي تفضلت فيه ما يختلف معك فيه دكتور نصر جراح. لكن سمعنا لا أنا فقط أنا عندي أخ من الرضاعة مسيحي، هو أول واحد ودي هدية لأمي، عنده الآن 50 سنة، هو أول واحد يزور أمي ودي لها هدية في عيد الأم. خلينا نتابع إذا ما عندك مانع. في عندي ثلاث أسماء نأخذهم ونسمع تعليق ختامي من عندك على. تفضل. ممتاز. أحسن. عندي الأستاذ عبد الله مؤمن من ليبيا، وعندي الأستاذ جرجس من واشنطن، والدكتور فواز حسامي من بيروت. أستاذ عبد الله افتح الميكروفون عندك إذا ممكن. تفضل. شكرا. أولا شكرا دكتور على المحاضرة، رغم أني تعودت لطارق ما قدرش نكملها، لكن على حسب الأسئلة ما فهمتها. الحديث دائما عن إشكالية الرغبة في التفاهم أو التفاهم للوصول لما حضرتك طرحته، والرجوع إلى الدراسة أو نقد الثقافة أو نقد التراث العربي الإسلامي هو الحل، لكن البعد السياسي في الدين هو طالب كان إشكالية. فنفس ما قلت حضرتك إن هو تشكيل ليس بالإمبراطورية الإسلامية، إنما هو كانت دولة سياسية، دولة استعمار أكثر من دولة فتح إسلامي، وهذا ما دل عليه الدراسات التاريخية والروايات. فكثيرا كان يرى الرسول عليه الصلاة والسلام أن هذا من يفتح على يديه أموال كسرى والفرس. فالعملية السياسية والنصائح التي لا يعمل بها والدعوات في مواجهة إشكالية الرغبة، كيف يتم الوصول إليها؟ برغم أنك أنت قلت الدوائر الصغيرة ممكن أنها توصل بينا، لكن أرى أن هذا في مشروع العابد الجابي يتطرق لهذا النقد، وأنا كباحث في فكرة العابد الجابي يتطرق شيء، وكل كتابات أغلبيتها تبرير، الرجل يبرر في كل سطر ممكن يكتب فيه، لأن الثقل الإيديولوجي ضده كبير. فمش عارف أنت حتى الجزم الأول اللي هي مقصود أن الأديان حضرتك وصفتها كدين إسلامي، هذه بروحها مزات إشكالية عندنا، كل يرى فيها شرائع ويرى في الدين الإسلامي هو الدين الوحيد وما غداه هي شرائع إسلامية، والآية كذلك لا يتطرقون إليها ويأتوك بضد. فكيف يمكن خاصة في التيار السلفي اللي عنده رؤية واحدة ولا يرى أن في الرجوع للسلفية هو الأصل في النهضة، وأصل النهضة لابد الرجوع للسلفية، فنحن نواجه في مشاكل في هذا التيار بالذات، في هذا الاتجاه بالذات. أنا أحدثك كمختص في الفلسفة الإسلامية من واقع دراستي في الجامعة الإسلامية، تحارب أي تفكير غير التفكير، يعني غير تفكير ضدهم بطرح وانفتاح، وكيف ممكن نحن ننقض هذا التراث، وكيف ممكن نحن نمثل ونوصل أن البعد القبلي والبعد الإيديولوجي والبعد هذه المؤثرات في المسيرة والانفتاح على الحضارة والإسلامية. شكرا وبارك الله فيك، وأنا مصر على الحصول على الإيميل بتاعك، وبارك الله فيك الدكتور صبحي، تعرفنا بحضرتك، بارك الله فيك. الله يبارك. شكرا لك. حرجع نسمع طبعا من دكتور نصر تعليق، ولكن خليني تابع مع الأستاذ جيرس بواشنطن والأستاذ فواز حسامي بيروت. تفضل أستاذ جيرس. مساء الخير جميعا، وشكرا للدكتور نصر على كلماته الطيبة.
اللي بتفكرنا بالروح الطيبة للمرحوم الدكتور طه عجاب والعلواني الله يرحمه، كان نفس الروح ونفس الطريقة الطيبة. ونشكرك على موقفك من الطفل شنودة، ومش عارف حضرتك تعرف ان الحكاية ما تحلتش تماما، فهي اولا سلموه بطريقة مؤقتة، تاني حاجة طلعوا له شهادة ميلاد ثالثة باسم غريب ثالث، يعني ما رجعوش لاسم شنودة، سموه يوسف سمير رزق مش عارف ايه اي اسم، يعني نكاية في الناس اللي هم ربوه يعني. يعني كان موقف يعني مش لطيف قوي، وما يعكسش الروح الطيبة زي اللي حضرتك بتعملها. والحقيقة في الروح الطيبة بتاعت حضرتك دي في حاجات ضدها كتير، وبخاصة موجودة في التراث. التراث اللي الشيخ الأزهر قال إن 75% من الدين بيجي منه، واللي فيه حاجات غريبة قوي زي أكل لحم الأسير اللي في كتاب ابن شجاع. يعني مش عارف إيه رأي حضرتك في اللي بتعمله السعودية، إن هي بتراجع التراث اللي الأزهر معاند فيه ومش راجع، وبيحذفوا الأحاديث الأحادية والأحاديث اللي لا تتناسب مع الأزهر. فهل حضرتك تؤيد حكاية الحديث كتاب الحديث الأخير الجديد اللي ممكن نسميه صحيح ابن سلمان؟ لأن في حاجات كتير زي ما حضرتك عارف، وهي اللي بتتصدر الخطاب الديني المتشدد الحالي. وشكرا لك مرة تانية. شكرا لك أستاذ جرجس. خلينا نختم هذه التعليقات أو الأسئلة مع الأستاذ فواز حسام من بيروت، ونعود للدكتور نصر. تفضل يا أستاذ فواز، افتح الميكروفون عندك. شي مساء الخير، وأنا بتشكر الجميع وخاصة الدكتور نصر على المحاضرة القيمة اللي استفدت منها كتير. وأنا مدرس لمادة الحضارة العربية الإسلامية، صلي 10 سنين مدرسها في الجامعة، وطبعا فتحت لي آفاق جديدة المعلومات والحديث اللي تكلم فيه الدكتور نصر. ونحن من خلال المادة وتعاطينا كأسلوب تربوي مع طلابنا، مع نحاول نوصلهم المعلومات المهمة، لأنه يعني عم نلاحظ أنه الأجيال الجديدة بعيدة جدا كمعلومات تاريخية وحول الحضارة العربية الإسلامية. نحن عندنا نقطتين يعني بالنسبة لموضوع الفتوحات الإسلامية، وأنا انبسطت أنه سمعت الحديث وأنه الدكتور اشتغل بهالموضوع مهم جدا. أنا عندي نظرة في هالإطار، أنه بعتبر الفتوحات خاصة بالمرحلة الأولى في زمن الخلافة الراشدية، الفتوحات الإسلامية لم يكن هدفها التوسع في الأراضي والتوسع في الدولة، ولا حتى في نشر الدين الإسلامي، لأن الإيمان في بالموضوع الأساسي لا إكراه في الدين. إنما بالأساس الفتوحات التي بدأت في العراق والشام ثم وصلت إلى مصر ثم وفي بلاد فارس يعني بإيران، كان الهدف الأساسي أولا تحرير ناس مضطهدين تحت ظلم حكم ظالم استعبادي استعماري، سواء كانوا الروم أو الفرس. واحد. اثنين، يعني الهدف الأساسي هو تحرير الناس من الظلم ومن العبودية. هذه رسالة الإسلام في البداية، مش كان الهدف فتوحات. والدليل مثل ما شفنا فيما بعد اللي تحدث فيه الدكتور نصرت، أنه الفتوحات لما فتحوا المسلمين ما كان هدفهم يجيبوا غنائم حرب أو يجيبوا ضرائب وتصير المكوس تدفع للعاصمة، إنما كانت توزع أموال اللي تجمع المكوس توزع في المناطق اللي تسحب منها، يعني على الناس.
يعني موضوع مهم جدا هذه، لأنه بيرتبط بعملية الفتوحات الإسلامية، لأنه في كثير ناس وخاصة المؤرخين الغربيين تحت حجة أنه الإسلام انتشر بقوة السيف وبقوة السلاح. هذا خطأ شائع والكل بيسلموا فيه، وهو عمليا إنما كانت القصة هي عملية بالأول أول من في زمن الخليفة أبو بكر، عملية ردع لتدخل قوى عظمى في شؤون الدولة الإسلامية الناشئة. حتى أن الرسول عليه الصلاة والسلام قبل أبو بكر آخر غزوتين اللي هن تبوك ومؤتة كان هدفهم ردع الروم عن الاعتداء على الدولة الإسلامية وعلى المسلمين، وردع الظلم أيضا في المناطق اللي كانوا فيها. فلما جاءت حروب الردة حصل فيها تدخلات سواء من الفرس بدعم سجاح وبدعم مسيلمة، والروم من جهة الغساسنة عملوا تحركات ضد الدولة الإسلامية. فكان عمليا مباشرة الخليفة أبو بكر بس انتهت حروب الردة باشر في ردع الدولتين اللتان كانتان تسعيان إلى ضرب الدولة الإسلامية. وهكذا كانت الفتوحات في البداية لا الهدف منها التوسع ولا الهدف الثاني اللي هو نشر الدين الإسلامي، لأن الدين الإسلامي لم ينتشر بقوة السيف وبالسلاح، إنما هي فكرة. والدور اللي يعني اهتمام الشعوب بالدور اللي قاموا فيه بالعدل والمساواة حتى في بعد الخلافة الراشدية كان في اهتمام بالعلم، يعني تطور الحضارة الإسلامية اللي نحن مندرسها كان الهدف السبب الرئيسي في انتشار وتطور التقدم العلمي هو الاهتمام بالعلم من قبل الحكام. ودائما لما بيكون في اهتمام من قبل الحكام بيؤدي إلى نهضة علمية وتقدمية وبكل مجالات العلوم، هذا ما شاهدناه على مدى 400 أو 500 عام إلى أن حصل التدهور مع تراجع الحكم، لأنه كان الحكام في وصلنا لمرحلة لم يعد الحاكم من الذين يهتمون بشؤون العلم. يعني أنا حبيت أقول فكرة بسيطة، وأنا أشكر الدكتور نصرت على المعلومات الشيقة اللي حوت المادة اللي تقدم فيها، وأشكره شكرا جزيلا، ونشكر المركز الحوار على إتاحة الفرصة لجمع هذه المحاضرات. شكرا لك، وإن شاء الله تتواصل أيضا مع الدكتور نصر مستقبلا، وأيضا في مجال تعاون ممكن يكون كبير بينكم. شكرا دكتور فواز من بيروت، ونختم ونحن عنده بعد منتصف الليل الآن دكتور نصر، عارف ساعة بعد منتصف الليل لا يمل طبعا من الحديث معك أبدا ولا طبعا أبدا. الله يحفظك وبارك فيك، فنختم هذه الندوة الطيبة معك بما عندك من تعليقات على ما سمعته الآن. لا كل ما سمعته هو إضافات أكثر منها تساؤلات. دكتور عبد الله أنا يعني أتفق معه فيما قال، إحنا المهم لدينا اللي هي النظرة الأشمل للموضوع، وهي أن الحضارة الإسلامية نشأت على فكرة أن المجتمع أقوى وأهم من الدولة، فكرة أن نعطي الأولوية للدولة هذه جاءتنا مع الاستعمار الغربي. فإحنا علينا أن نركز على المجتمع أكثر، الإصلاح يأتي من المجتمع أكثر مما يأتي من الدولة. فالمجتمع يبدأ بدوائر صغيرة وضيقة ثم تتوسع هذه الدوائر حتى تشمل كل المجتمع. ده كانت أهم فكرة أريد أن أعلق بها على الدكتور عبد الله مؤمن. الأستاذ جرجس شنودة أخي، طبعا السعودية بتقوم بجهود ودول أخرى قامت كذلك بجهود. المشكلة ليست في الحديث، الحديث تراجع بصورة دائمة، يعني مثلا الألباني وهذا شخص معاصر أعتقد توفي من فترة قريبة أو مازال حي، راجع كل الأحاديث وقبل منها وقال هذا صحيح وهذا غير صحيح، فهذا علم. لكن التحدي هنا أن يقوم بالمراجعات أهل العلم، لا أن تترك لأشخاص مثل مسلم إسلام البحيري أو كذا يسخروا ويشتموا ويسبوا، هذا لا يؤدي الإصلاح، هذا يؤدي إلى إشعال الفتن وإلى إطلاق كل نوازع الشر في القلوب والعقول المغلقة. فكون أنه في هناك تكون مراجعة ده شيء جميل وشيء عظيم، ولا بد أن يكون مراجعة كما قلنا لكل التراث. الأحاديث جزء من التراث ولها علم خاص ومتخصصون فيها، وينبغي أن يراجعها أهل العلم
وأهل اختصاص، وهي موجودة هذه الأشياء. بالمناسبة الشوكاني له كتاب، شوكاني هذا زيدي كان يعيش في القرن 19، له كتاب اسمه إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول. هذا الكتاب في فصل فيه عن الأحاديث يقول فيه أن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تنقسم إلى 60 نوع. كيف يقول؟ هل قال هذا الحديث بصفة نبي أم بصفة رسول؟ وهل قال هذا الحديث كأمر أم كنصيحة؟ وهل قال وهل هذا الحديث أو هذا الأمر موجه له ولأسرته أم له ولأسرته وللمسلمين أم للمسلمين فقط؟ أضرب الأشياء في بعض تديك 60. قال أنا وجدت الموجود من الأحاديث 16. فهناك بعض الأحاديث إحنا غير مطالبين بتنفيذها لأنها كانت النبي صلى الله عليه وسلم بصفته شخصية، وبعض الحديث قالها كإنسان مش كوحي. فهذا علم ضخم جدا. المراجعات جيدة ولا بد من المراجعات. الأستاذ الدكتور فواز حقيقة أنا أتفق معك تماما أنه كل ما تم في الفترة الأولى كان هو لدول تحتل مناطق في الجزيرة العربية. بالمناسبة المدائن اللي هي عاصمة الفرس اللي راحوا للعرب وحرروها دي شمال بغداد ب15 كيلو. المدائن موقعها مش في إيران، المدائن موقعها في شمال بغداد. عاصمة الفرس كانت في بغداد وعاصمة الروم كانت في دمشق. فهذا لم يكن نوع من الهجوم على طرف آخر، وإنما هو حماية الكيان الذي أسسه النبي صلى الله عليه وسلم من عدوان هؤلاء. كل الفرس كان عندهم تابعين لهم، هم الغساسنة أو المنازرة، والروم كان عندهم الغساسنة، وهؤلاء كان أدوات حرب بالوكالة كانت شغالة. لكن ما بعد ذلك هذه تقاس كل حالة بحالتها وكل أمر بأمره. أنا فقط ملاحظة أخيرة على سبيل التعليق البسيط عن الموضوع اللي أنا أتمنى الدكتور صبح يفتحه. مثلا موقف الناس من حزب الله مختلف، بعض الناس معه وبعض الناس ضد. خصوصا أنا شخصيا موقفي معه تغير بعد ما حدث في بيروت، بعد ما تم توجيه السلاح للداخل وبعد موضوع سوريا. لكن في البداية قبل ذلك الفترة في 2002 أعتقد أو 2003 أحد الشباب اللي هم تابعين لحزب الله كنت على علاقة طيبة بي، وكان هو من المترجمين كتب علي شريعات اسمه حسين شعيب، أعتقد أخذ دكتوراه الآن، كان يعمل دكتوراه وكنت ساعدته في اختيار الموضوع وفي تصميم الموضوع وكذا حول الإطار الأخلاقي لحزب الله في التعامل مع إسرائيل. كيف كان يتعامل مع إسرائيل؟ لم يتعامل بالانتحاريات ولا بالتفجيرات، يتعامل بالرد بالمثل، هجوم بهجوم. وهذا اللي مثل لهم رد قوي جدا. تتفق مع حزب الله تختلف، هذه كل واحد له حرية فيها، لكن في هذا البعد بعد مهم جدا يستحق الدراسة. شكرا جزيلا وآسف على الإطالة سيدي. الله يبارك فيك، شكرا لك على وجودك معنا اليوم على هذا الموضوع المهم، على دائما ما عندك من أفكار وطرحات تنير طرق يعني فيها ظلام الآن في كثير من بلداننا العربية. فأرجو لك كل التوفيق شكرا دكتور صبح، الله يبارك فيك، شكرا على هذه الفرصة. الله يسلمك الله يحفظك. لمن شارك معنا اليوم في هذه الندوي الذين تحدث أو استمعوا له، وأيضا لمن سيشاهدون هذا الفيديو لاحقا. وأريد أيضا أن أقول لمن سيحتفلون يوم الأحد بعد غد الأحد بعيد الفصح لدى الطوائف العربية المسيحية التي تستخدم أو تعتمد التقويم الغربي، كل عام وأنتم بخير، كل عام هم جميعا بخير. الأسبوع القادم يعني الأحد ب 14 نيسان أبريل سيكون عيد الفصح لدى الطوائف المسيحية العربية التي تحتفل أيضا بعيد الفصح حسب التقويم الشرقي. وجميعا أيضا ما زلنا في أجواء رمضان، فكل عام وأنتم بخير جميعا، وإلى اللقاء إن شاء الله يوم الجمعة القادم. وتصبح على خير يا دكتور نصر ومن أنتم. تصبح على خير سيدي، الله يبارك، شكرا جزيلا، الله يحفظك. إلى اللقاء، مع السلامة.